لا في واحد بدون بطارية. لا هذا حلو. لا هذا هذا علاقات الكواليس مع حبيبي حيدر الله. حبيبي عبد الله ترى هذا النتائج جميلة جدا إن شاء الله. يلا يا مخرج حبيبي ابو عبد الله. هذا خلف الكواليس، هذا مخرجنا حبيبي ابو حميد. الله خلف الكواليس ترقبوا النتائج. حبيبي ابو حميد. في ادخل ادخل تحول من شغل اداره التعليم. كل ساعه فيديو صورت فيديو. حبيبي الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ابو الاستاذ محمد الفهير ابو عبد الله ما قصر. الله ابنا في عمل تواوي سرطان الثدي وعطيه الف عافيه. موثق العمل محمد الفهير على موقع محمد الفهير جوجل المصور محمد الفهير وتشوفون تطبيقه. حبيبي على الباب نرجع ندخل ثاني هناك. خلف الكواليس مع مبدعتنا الفنانة التشكيلية ومواليها. الله يعيننا عليك. كمل. يعطيك العافية يا استاذ. من هنا بعدين تنده لهم ولا Thank you.
هذه 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 اعتبرها مسدده لا كمين يعني اي صف تبين احنا ايش فيك انت احنا جايين زياره احنا ناقصين نصايح يلا نمشي قولي يلا نمشي لازم نقول يلا نمشي احنا جايين زياره احنا جايين نصايح الله يسقط احنا جايين زياره احنا ناقصين نصايح مشينا ودي عليهم احنا جايين نتهاوش يلا يلا مشينا كيفه هي تعالوا يلا احنا جايين زياره احنا ناقصين الحين هذا ليش تستخدمه؟ ميزة. في سرعة بس في. مع عبد الله هالحركة اللي عملتيها ما هي حلوة لا في حدنا ولا في حد غيرنا. إيش فيك أنت أبو عبد الله؟ إحنا جايين زيارة ما إحنا جايين نصايح. امشي يلا. امشي امشي يا بابا امشي. الفن جميل اطلع امثل المملكه امثل صراحه لا شوف مجالنا احنا كرسم يعني كذي يختلف عنكم انتم رؤيا مدري ايش معدل في رمضان في رمضان افطر افطر على طول بروفه الى الساعه 3 واو غير احنا بين الان ما يرد يعني الجوال ما يرد ايوه غيروا رحله خله ما حد بياخذه خله هناك يمل والله لا دعوات ابراهيم
خلصنا خلصنا المشهد مبدع يا حبيبي يا سيدر يا خبيره خلصنا مع العسل مصور مدير تصوير اضاءه حيدر البحراني مخرج منفذ احمد السلطان نعم ايضا اخوي سيد علي مساعد مخرج سيد علي حبيبي علاقات عامه ومدير انتاج احمد القميش خلف الكواليس المصور المبدع المتالق محمد الفهيد شاهدوا التقطيع على موقع محمد الفهيد جوجل محمد الفهيد وتشوفون التقطيع ويعطيكم العافيه يعطيكم الف عافيه وانتظرونا وطمنينا عنك مع الكاست الجميل الممثل المتألق الأستاذ إبراهيم الجنوبي شكرا لك يعطيكم العافية حبيبي الله يفكك يلا سريع عزة فيديو لو سمحتي طولت العمر ممكن تعطيني إجازة مناسبة شنو والله أمك تعبانة فوق وأبي أجلس جنبها هذه أمك الله يرحم والديك طيب وقعني أوقعنا خلاص بتعطيني يا عندي يلا طيب كتبتي بابا شاو كتبتي بابا أنا أبوك يا الله يرحم والديك آمين إن شاء الله أجمعين خلاص هذه إجازة أمشي نص يوم إيش دعوة نص يوم هذه أمك ذي مش برا خليها ثلاثة أربع يوم يوم كامل يوم كامل كرم زايد ما قصرت رحمة الله فيك سلم خلاص أروح إجازة إيه خلاص إيه ولمك إيه تروحين معنا ولا لا لا خلص شغلي الله مو بنت ذي والله حتى اللي من السكر تبي شيء ليش جالس في المكتب قام يبا قام لا يجيك حد تبع ليش جالس في المكتب يبغى وظايف الحين شو اسمك أحمد القميش شنو؟ القميش القميش أدخل أنا ولا أبو برا؟ أصبر يا برجة بالواسطة أنا أبوها بالواسطة بالواسطة طيب إيش تبي؟ لحظة وظيفة إيش تبي تتوظف؟ أعطني أوراقك طيب قدمت أنا عند أستاذ إبراهيم وظفي يا بنتي وظفي سكرتير أنا بأخذ بدون إذن ما عندي مشكلة مناسبة تكميل هذا ذا ذا اللي جاي يصورك ويطلعك في الشاشة إنك أنت مديرة ما في مثلك أو ممكن تطلعين برا يا بنتي يا بنتي يقولون مو مقبول الإجازة يقولون مو مقبول هذا الموظف اللي هناك السكرتي يقول ذي مو بإجازة ما أنا لما أقول أنت اتدفل يقول خرابيط ذي لما أنا أكتب شيء يعني جبنا الموظف هنا وأنت مين بعد وأنت إيه صح وأختي بعد تبغين شيء بعد لازم كوفي لازم كوفي أبي عصير برتقال ألو هلا بيمي هلا بيمي جيبي واحد عصير وواحد كوفي كابتشينو يلا أقول يا بنتي وأنا طلبين حليب شاي أقول يا بنتي يمين طبعاً معلومة لا هي جيب صامت هي لا انت وش اسمه دباسه يسوي في حوارها بس انا ودي كان ياخذونه من هنا ولا لازم بنتي كذا لا انت حوارك يا حناخذه من هنا انا ما باقي الا شوي وصيح انا خبر قلت لها تقول لها تعالي انا في المطبخ حوار ايه اقطع عدل الملعب هذه عدله هاي اهم شيء هذا ما تصلح في المطبخ اي شيء لا استرك لا مو لهني الى البهارات بحط بهارات هني اوكي شوفي لا لا هذه هو اللي في ضابطه في ضاعة ثانية. تركت الفيلم التشكيلي. صار في الطبخ ها. لكن ما أبغي ها. ما في بهارات. يا أهلا غدانا كبسة لحم يحبها قلبك. الله كثير أحب هالكبسة يا ماما. جاري بروح أبدل وبرجع لك ما
أكيد كبسة شيء يحب قلبك. خفف في بال شباب خلك من اللي بال خفف في بال شو قص عليه يا رب شيء يحب قلبك كبسة لحم زين نعم ما يبلس خليك ما يبلس شيف ورقة ورقة شيف ورقة لا حطي هنا عند أبو نص ما بيجي ما نبغاه أصلا على السكة يا البطاري ما تخليه قدامه شايف في التلفزيون اي لا عذروني نعم شايفه كذا جيب النيل بعدين بتطلع علي لا انا شيء ضروري لو شفتيه بتسالين ايش العلش هذا؟ ايه بضاعه مو انا بتطلعها بنحضنها الله يعافيك الحمد لله خلصنا ما قصرت تصوير الفيلم لله ولله الحمد الآن الساعة 8 2:30 الساعة 2:30 ليلا وكان تصويرنا من الساعة 8 صباحا السلام عليكم ورحمة الله هذه الدنيا كلش رايحة مودي يعني ما يبغى الوان يعني عشان يصير حط حط الوان حط الوان المشاهدين ضغط اوكي حدا حط لا عشان كذا ابغى تنتبه ما بنبص طفها طف اللي ضال عندك خلاص واحد اثنين ثلاثة انتظرونا خلف الفواليس